اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار في هذه الفقره. النجم الكبير كابتن عادل طعيمه. ازيك كابتن عادل؟ كابتن اسلام ازيك؟ سعداء بوجود حضرتك معانا. وانا كمان اسعد. ربنا يخليك. ايضا النجم الكبير كابتن محمد حشيش. ازيك كابتن محمد؟ كابتن اسلام ازيك؟ الحمد لله. ربنا يخليك كابتن عادل. خليني ابدا مع حضرتك النهارده. هتكلم معاك عن الدوري وعن كل شيء، ولكن خليني ابدا النهارده في مباراه جيده. استطاع النادي الاهلي ان يفوز 4-0 على فريق سيراميكا كليوباترا. النادي الاهلي معظم اللاعبين اللي كانوا بيلعبوا النهارده معظمهم من النجوم، يعني من النجوم الشباب في النادي الاهلي. الحقيقه بسم الله الرحمن الرحيم، هي بدايه كان الحقيقه كانت مباراه. انا سمعت ان المدير الفني قال لهم انا عايزكم تستمتعوا. بيرفع عنهم الضغوط تماما يعني. فطبعا ادوا اداء رائع جدا على مدى الشوطين، وكان هناك سيطره كامله من فريق النادي الاهلي. والحقيقه كان بيقابل النادي الاهلي فريق معظمه مستهتر بالولاد، فكان ادائهم مش هذا الاداء المفروض يعني. ايوه يعني فريق سيراميكا كليوباترا عاملين اداء جيد جدا خلال الخمس ست ماتشات اللي فاتوا. النهارده كان في نوع من الاستهتار، قابله شباب بيأدي بجديه وبيأدي بروح. ايوه وقبل ده وده الحاجه النقطه مش المضيئة، النقطه العاديه. انك انت قبل المباراه بساعه او ساعتين الجمهور عمال يشجع في المدرج، والفتنه اللي كانت مفروض بتتعمل ما بين الاداره وما بين الفريق، الفتنه دي اعتقد ان اللي كان بيحاول يعملها يعني حس ان هو فشل ذريع. ايوه لان جمهور النادي الاهلي ما بيشجعش النادي الاهلي علشان مباراه او عشان بطوله. ده كيان، هو بيحب الكيان، بيحب هذا النادي. مظبوط. سواء النتيجه موجوده او مش موجوده، لكن ممكن جدا بيتاثر لان هو متعود دايما على الانتصارات وعلى الاداء الممتاز وعلى الروح القتاليه. فالحقيقه الولاد النهارده ادوا اداء جيد، وان شاء الله باذن الله تعالى يبقى فيه موسم ان شاء الله كلنا بننتظره الموسم القادم باذن الله تعالى، من خلال مدير فني، من خلال تدعيمات، من خلال ولادنا اللي خدوا الراحه يرجعوا بكامل طاقتهم. اذا كان هناك تدعيمات برضه في بعض المراكز، اعتقد ان شاء الله الموسم القادم هيبقى موسم سعيد على كل اهلاوي وكل مصري باذن الله تعالى. يا رب ان شاء الله. طيب كابتن حشيش، خليني ابدا مع حضرتك بقى من الناحيه الهجوميه. الناحيه الهجوميه النهارده 4 اهداف اعتقد كان ليهم مفعول السحر بالنسبه للفريق النادي الاهلي. طبعا اهداف كتيره حلت الماتش، حلت الاداء، خلت الاداء شكله كويس. فرصه ذهبيه للمجموعه اللي بتلعب، مش النهارده بس الحقيقه، المباريات اللي فاتت كلها. يعني ما اعتقدش ان في يعني ناشئ او ولد صغير لسه تحت السن يجي له الفرصه دي يا كابتن عادل ويلعب اكتر من ماتش في دوري ممتاز عشان يتشاف كويس. مش بيتشاف مثلا ربع ساعه وخلاص يتحكم عليه، لا، ده اكتر من ماتش، عشان الماتش الاولاني لو انت نص نص 7-8 اعتقد. بالظبط، يعني ماتشات كتيره جدا جدا كتيرة. وبتاخد بتاخد بتاخد ومع فرق مختلفه ومتنوعه، فرصه كبيره اسلام للولاد الصغيرين دولت ان هم يتشافوا. عمرها ما حصلت وصعب تحصل، وصعب تحصل تاني بالشكل ده، لان طبعا النادي الاهلي على طول طبعا بيفوز بالبطولات وبطوله الدوري، وبيبقى لغايه اخر لحظه موجود، حتى لو ما كسبش البطوله بيبقى لغايه اخر لحظه، انما قبلها بفتره يقدر يدي فرصه للناس دي كلها عشان تتشاف، سواء الصغيرين خالص او الناس اللي كانت خارجه من اصابه او ما بتلعبش. فانا شايف ان المفروض الاداره او الجهاز او المعنيين بالامر يكون حطوا ايدهم على النهارده، طبعا اخر مباراه، يكون حطوا ايدهم بقى على الناس اللي تصلح انها تبقى موجوده في قوام الفرقه الموسم اللي جاي، والناس اللي هتطلع اعارات، والناس بقى اللي ممكن يعني تتباع نهائي. دي طبعا الحاجه بتاعتهم هم يقدروا يحكموا. قلنا من البدايات يا كابتن اسلام ان لازم الناس تاخد الموضوع بجديه، اللعيبه لازم تبذل جهد كبير عشان تتشاف كويس. اهم حاجه انك ما عندكش ضغط جامد بتلعب. في ناس تقول طب ما هو برضو كانوا ظهروا في وسط
نجوم كبار خبره يقدروا يساعدوهم، بس في نفس الوقت برضو انا لما بنزل مع لعيبه كبار بتبقى مسؤوليه وضغط عليا ان انا نازل مع اسماء كبيره ممكن ابقى برضو تديني نوع من انواع الضغوط، انما انا نازل مع اولاد زيي كلهم في يمكن تقريبا في سن واحد، فدي مخففه الضغوطات على اللعيبه كلها. فاللي اثر منهم بقى ما يلومش الا نفسه، واللي اجاد ربنا وفقه فيه اللي جاي ان شاء الله. طيب كابتن عادل، تقييمك لاداء شباب النادي الاهلي خلال هذه الفتره 7-9 ماتشات؟ الحقيقه في بعض الخامات مبشره بالخير. اوكي. محتاجين احتكاك قوي، يلعبوا في ظروف اصعب من كده، لان اللعب في الفريق الاول بيبقى محتاج قوه بدنيه، قوه جسمانيه، روح قتاليه، خبرات. دايما في قطاعات الناشئين من يوم النادي الاهلي ما اتعمل كان دايما ولادنا الناشئين بيبقى دايما بيلعبوا مع فرق، حتى في فتره الاعداد حتى والدوري شغال بيلعبوا فرق اكبر منهم في السن. نعم. الكلام ده كنا في الثمانينات كنا بنعمله، وفي السبعينات وفي التسعينات كنا بنلعب مع فرق مش في السن بتاعنا تحت 17 سنه. يعني انا اتذكر النادي الاهلي بعتنا رومانيا والمانيا سنه 83 بنلعب رابيد بوخارست، فطبعا اللي بعتنا قايل لهم ان النادي الاهلي بطل افريقيا، ما قال لهمش تحت 17 سنه بطل افريقيا، احنا رايحين تحت 17 سنه، فنروح نلاقي رابيد بوخارست مستعدين لنا، فنتعادل 1-1 قدام 30,000، وكان ايامها بقى طبعا في الشيوعيه، فكانت تبص تلاقي المدرج فيه الاسلاك الشائكه والحاجات ديت. وبعدين نروح نلعب ماتش ثاني على حدود روسيا نفس القصه، ناديين عاملين معسكر لمده شهر علشان هيلعبوا بطل افريقيا، فنقول لهم يا اخوانا احنا تحت 17 سنه للنادي الاهلي اللي هو بطل افريقيا. وكذلك كل سنه النادي الاهلي بيوفر لك الاحتكاك ده، تروح المانيا مره ثانيه السنه اللي بعدها نتيجه العرض الرائع اللي انت عملته في الرحله الاولانيه، فيبعتوا لنا يدونا 11 مباراه في كل ولايات المانيا، والولاد يكسبوا 10 ماتشات ويتعادلوا مباراه ويأدوا اداء رائع، واستقبال يعني لو في 500 سفير مش هيعملوا الحاجه اللي اتعملت. كنا بنلاقي المزيكا في الشوارع، الاعلام بتاعت مصر، الاناشيد بتاعت مصر، كانت رحله كانت في منتهى التوفيق. اللي احنا محتاجينه للولاد دول في خامات، الخامات دي محتاجه احتكاك قوي، النادي ان شاء الله باذن الله تعالى يوفر لهم هذا الكلام. وانا افتكر ان في مرات كثيره كان احيانا الكابتن صالح الله يرحمه كان مثلا يكلمني يقول لي يا عادل ايه رايك في فريق جورماه يكيني نازل المطار وعايز يعمل ماتش ودي، تاخد تلعب؟ اقول له العب يا كابتن، الماتش تاني مش عارف جامعه ايه او فريق ايه. فالحاجات دي كلها لما الولد بيلعب مع فرقه اقوى منه مش في السن بتاعه، فالولاد دول محتاجين الجهد اللي حصل ده، محتاجين ده باستمرار طول الموسم، مش اعتمد على المنافسه بس. البطوله مهمه يا كابتن، البطوله في غايه الاهميه، انه الولد بيتربى من صغره على البطوله طبعا، بس في نفس الوقت انا بعده انه جسمانيا العضله بتقوى، السرعه، تنافس مع واحد اقوى مني، زي حضرتك لما يكون ابنك بيذاكر مع واحد متفوق، فالاثنين بيشيلوا بعض في الحته دي صح. فدي طبعا هتبقى الولاد محتاجين الحته دي. تمام. طيب كابتن حشيش، المستوى الدفاعي للنادي الاهلي، هل سواريش بصماته الدفاعيه واضحه اكتر من بصماته الهجوميه من وجهه نظرك؟ يعني هو طبعا من خلال المباريات اللي لعبها يعني والنتائج اللي حصلت، هو يعني مهتم بالشق الدفاعي قوي. عشان يعني بالبلدي كده قال لو انا ما كسبتش ما تغلبش. أوكي. خلال الفتره دي يعني. فهو لعب دايما كان بيلعب طبعا في المباريات كلها بالثلاثه ورا، وطبعا الطرفين بيبقوا زقين على نص الملعب، وشفنا الحقيقه دي برضو يعني ادت نوع من برضو التامين الدفاعي كويس بين الثلاثه اللي هم موجودين، الثلاثه المفروض المساكين اللي ورا. يعني انا شايف كمان ان
رامي ربيعه متألق خلال الفتره اللي فاتت دي كلها، يمكن الفترات اللي قبلها كابتن عادل ما كانش لسه برضه بالمستوى المطلوب، لانه كان بيلعب ماتش وما لعبش ماتشين ثلاثه. لما لعب خلال الفتره اللي فاتت دي بخبراته طبعا الكبيره ادى كويس. محمد عبد المنعم نفس القصه. يعني انا شايف طبعا ان الحته الدفاعيه هو كان يعني مهتم بيها وجابت الاثر بتاعها. وطبعا اي فرقه في الدنيا اهم حاجه لو دفعت كويس هتقدر انها تكسب، انما لو انت ما دفعتش كويس ولا قدر الله دخل فيك هدف بيبقى صعب مع الفرق اللي دايما بتلعب النادي الاهلي، تطلع كل امكانياتها وكل طاقتها وممكن تخطف هدف وترجع تقفل الحته بتاعتها ما تقدرش ان انت تعمل. انما النادي الاهلي التامين الدفاعي ده هو بقى اللي بادر بالهجوم، والنهارده يعني شايفين اكتر من هدف وهدف ملعوب، واللعيبه كمان الصغيره ابتدت من كتر الماتشات اللي بتلعبها خدت ثقه. أيوة هو ده. يعني خدت الحقيقه الثقه، يعني في لعيبه بدات 50 60% ابتدت تاخد الثقه في الملعب، لان برضو خضت الفرقه الكبيره ان انا يعني فجاه بدون سابق انذار ان انا كابتن عادل الاقي نفسي بلعب في الدوري الممتاز في الفرق الكبيره وباخد ماتش وبلعب قدام مصري، بلعب قدام اتحاد، بلعب قدام فرق كبيره كنت يعني بسمع عنها ويعني حلمي ان انا ابقى موجود بس في يوم من الايام على دكه الاحتياطي. لا ده انا بلعب في الملعب. كمان في نقطه ايجابيه كبيره جدا ان هم برضو انا شايف ان هم حظهم يا كابتن احسن من الاجيال بتاعتنا اللي كانت بتاخد يعني ربع فرصه عشان في وسط نجوم كبار، ولازم من اول مباراه لازم تقدم مستوى كويس قوي عشان تقدر تكمل او ما تكملش. انما هم كمان وكان الجمهور وقتها طبعا ولد صغير منتظر منه حاجات كتيره، دلوقتي الجمهور بيشجع الفرقه الحقيقه بظروفها اللي موجوده، بيشجع اللعيبه سواء مغلوبين كسبانين متعادلين، الجمهور الحقيقه له عامل كبير جدا. جمهور النادي الاهلي واعي جدا ان هو وراهم في كل مباراه، وانا متاكد ان لو كان يتسمح لجمهور النادي الاهلي وكان مسموح بعدد اكبر واكبر واكبر كانوا راحوا شجعوا اللعيبه الصغيره دي وكانوا شجعوا الفرقه، لان جمهور النادي الاهلي النادي الاهلي تاريخ كبير قوي ومؤسسه كبيره جدا جدا، مش خساره دوري عام هي اللي هتفرق مع النادي الاهلي ولا تفرق مع اداره النادي الاهلي او تفرق مع جمهور النادي الاهلي، لان دي لازم يعني زي ما بقول استراحه محارب عشان نبدا تاني ان شاء الله نلم الشمل ونظبط الفرقه، ولو في اخطاء معينه في الاختيار بعض اللعيبه اعتقد ان الفتره اللي جايه هيبقى في حاجات كتيره قوي قوي، وزي ما بقول لك فرصه كويسه قوي قلت الكلام ده من فتره للاداره انها تقدر تحكم كويس قوي على اللعيبه الموجوده، لان في لعيبه في النادي الاهلي ما عليهاش خلاف اللي هي ممكن تكون واخده راحات دلوقتي، انما الشق الاكبر اللي بيلعب دلوقتي كل مباراه بنشوف حوالي يمكن 14 15 لعيب ما بين صغيرين وما بين راجعين من اصابات بيلعبوا، فشفنا كم لعيبه في اكتر من موقف واكتر من مستوى اكتر من اداء يتحكم كويس ان شاء الله عشان الاختيار يبقى سليم. يعني سواريش كيف استفاد يا كابتن من الاعتماد على فريق او مجموعه من الشباب؟ هو الحقيقه انا بحس ان هو تفكيره بطيء جدا في عمليه الحكم على اللعيبه، يعني ما بيستوعبش مهاره اللعيبه بسرعه، يعني ودي عيب انا بشوفه عيب خطير جدا. يعني لما اي مدرب عنده موهبه التدريب ودارس وعنده خبرات مجرد ما حضر في النادي تمرينه واثنين وثلاثه خلاص ابتدى يعرف ميزات كل لاعب وامكانيات كل لاعب. ف هو الحقيقه قعد يمكن 12 ماتش يا كابتن ولا تقريبا اكتر تقريبا أكثر. 12 ماتش و بيبقى في احيانا تغييرات او بدايه التشكيل بتحس ان برضو في شويه حاجات كده 17 ماتش بالنهارده 17 ماتش ف بيبقى احيانا في علامات استفهام. يعني انت شفنا محمد محمود ده في حب رباني كده الناس كلها مجمعه عليه، مش يمكن مثلا في محمد اصل انا لسه حد كان سالني السؤال ده. ايوه محمد محمود ف الطبيعي زي ما كابتن حشيش قال ان مجموعه اللاعبين اللي موجودين دول يا كابتن انت بتختار منهم للموسم اللي جاي صح؟ ممكن يكون ان هو استقر على محمد محمود فبيدي فرص ثانيه للاعبين اخرين. يعني انا قلت عايز اشوف اكتر كم عايز اشوف اكبر كم. يعني هو بالنسبه له محمد محمود يعني خلاص
بقى يعني بالنسبه له اصبح ان هو اقتنع بيه خلاص، اقتنع بيه، فيشوف مثلا اسلام او كابتن عادل او كابتن يعني انت فاهمني، قد يكون معرفش هل ده متاح في التدريب، انا معرفش حضرتك اللي تقول. لا لا صعب يا كابتن. انا هقول لحضرتك حاجه، اي فريق بحجم النادي الاهلي وبحجم الفرقه الكبيره بيتكون من ثلاث عناصر، عنصر الخبره ده بيبقى بين ست سبع لاعبين تمام، وعنصر الشباب الناضج، شباب تلت وتلت وتلت، حضراتكم علمتونا كده. لا الشباب ممكن بيبقى اثنين ثلاثه، انما قوام الفرقه، قوام الفرقه زي مثلا نقول مثلا ايه زي حمدي فتحي اوكي، ديانج 23 سنه 27 سنه 26 سنه، ده بنسميه شباب ناضج، ويبقى الفريق فيه ثلاثه اربعه بكتير قوي خمسه، دول من عناصر الشباب. ده السكواد كله يعني ال 30 ال 30 او ال 35 فده قوام الفرقه اوكي. فانا لما يكون عندي مثلا محمد محمود، فانا الراجل ده بقى له ثلاث سنين ما بين اصاباته، الولد ده كان محتاج جدا انك انت على الاقل تبتدي بيه اربع خمس ماتشات من ال 17 ماتش ده. محمد محمود انت بتنزله اخر دقيقتين يروح جايب لك جول، تنزله اخر 10 دقائق يروح جايب لك جول، حتى لما ايام موسيماني ينزله في الاخر تبص تلاقيه عامل لك ضربه جزاء. الماتش اللي فات الراجل بيعمل ستارز في وشه وهو واخدها بدماغه في ماتش الطلائع، فروح قتاليه بيفكرني بوليد سليمان، نفس الروح. انا اتكلم عن وليد بس الجزء الجاي الروح القتاليه الروح القتاليه والحب الشديد قوي. في كاميرا جابته من ورا الجول لما ضربه الجزاء والكاميرا جابته وهو بيسخن احتياطي ومش هينزل، بينزل اظن في اخر 3 4 دقائق. انا كمدرب لما اشوف عنصر زي ده انا ما اشيلوش في 17 ماتش اوكي، لان ده محتاج الناس حباه من غير ما يلعب، فبينزل 10 دقائق او بينزل 7 دقائق او بينزل 5 دقائق حتى من ايام موسيماني بيأدي اداء رائع جدا. ايوه فبرضه في ماتشات احنا خسرناها ما كانش المفروض ان احنا نخسرها نتيجه الاصرار برضه على 3 4 لاعبين ما كانوش بيأدوا، منهم مكسيمو اسمه ميكيسوني ميكيسوني برضه يعني في يعني راي بيقول ان انا طالما الراجل ده انا يعني هل انا بسوقه؟ لو انا بسوقه ماشي، لكن انا برضو عايز اشوف خلينا بعيدا عن هذا الامر لانه من بكره ان شاء الله هيبتدي يتم الاعلان عن كل شيء واحده واحده اعتقد تباعا. انا ده برضو مش خبر ولكن يعني اعتقد ان يعني ما قيل خلال الفتره السابقه ان اي صفقات سيتم الاعلان عنها بعد نهايه الموسم، وبالتالي الموسم النهارده انتهى وده يقول لنا ان احنا ابتداء من بكره ان شاء الله صباحا لغايه بقى امتى هنشوف الصفقات سوف يتم الاعلان عنها تباعا خلال الفتره الجايه. انا ممكن يا كابتن عادل يعني بعد اذن حضرتك ممكن يكون كلام الكابتن عادل صح في الظروف الطبيعيه، انما الظروف الاخيره دي واضح قوي ان هي مرحله التجارب مش مرحله النتائج. يعني انا اقصد النتائج مش هتبقى الفيصل مع المدير الفني ده، الفيصل بتاعه هو اختيار اللعيبه دي او اتاحه الفرص الكتيره للعيبه دي عشان المسؤولين او هو شخصيا اذا كان قاعد او ماشي او ان هو هيختار، لان مفيش ضغوطات مفيش يعني اجبار انك الماتش ده لازم تكسب النقطه كذا، لو تعادلت مشكله بدليل احنا الماتشات دي في ماتشات منها خساره وماتشات تعادل وماتشات مكسب و فهو الغرض الاساسي ان هو يشوف اكتر عدد من اللعيبه، واعتقد ان هو ادى فرص للناس اللي هي ممكن يبقى لسه كابتن عادل ما عليهمش الاختيار الاكيد، او هن لسه عايز مثلا ولد خد وما اداش بالشكل المطلوب فهو عايز يديله تاني مره واثنين وثلاثه عشان يتاكد من مستواه عشان يقدر يحكم عليه كويس خلال الفتره دي. فهي فتره التجارب مش فتره النتائج او لازم يعني الضغوطات مرفوعه عنه يعني. لا بس هي انت عندك 17 مباراه كانت من البدايه من ساعه ما جه كان هناك بعض المباريات احنا بعض المباريات طبعا احنا ظلمنا فيها من الفار ومن التحكيم، في بعض المباريات لو احنا كنا ادينا فيها كنا منها المقاولين وفاركو كذا مباراه كان ممكن جدا لو احنا خدنا الاضماد دي كان ممكن جدا الدوري ما يبقى لسه في تبقى انت برضه لسه في المنافسه مش الدوري ما خسرتهاش يعني تاني يعني بالظبط او على المركز الثاني. وبعدين جمهور النادي الاهلي واحنا ما تعودناش على التجارب في دوري ممتاز
لا جمهورنا يعني بيبقى قاعد في البيت يعني قمه سعادته لما الفرقه بتكسب، بتلاقي يعني الناس مبسوطه ليه النهارده واحنا خدنا حاجه. اه بالظبط كلام عليك يعني. اه مكسب سكور، الجمهور قاعد في المدرج وعارف ان احنا مركز ثالث. وطبعا الكلام ده ما حصلش من 38 سنه اول مره. 38 سنه ولا 30 سنه يعني 30 سنه تقريبا، الواحد بينسى اصله ما بتحصلش. 30 سنه انت مركز ثالث، وبعدين انت معظم يعني مش عايزين نتكلم على حد، لكن اللي انا بقوله انه جمهورنا دايما متعود ان انا مركز اول. بعد المركز الاول اي مركز بعد كده بالنسبه لي ما بيفرقش، انا بشتغل دايما على المركز الاول. فحته ان انا جمهوري يبقى انا نازل علشان الناس في كل مكان في مصر بتتفرج على تيم مهما كان التيم ده، متعودين هم من نشاه النادي الاهلي. مظبوط. حتى لما حسين حجازي حصل مشكله ولعبوا بالاشبال والنادي الاهلي خد البطوله ساعتها، ده نتيجه انك انت لعبت بالاشبال في مرحله. وكذلك على مدى السنين التجربه دي مستمره. نعم. لحد يومنا هذا. فانا حته التجارب في النادي الاهلي ما تبقاش في الوقت ده وبالكم ده، لا يبقى انا في الوقت ده طالما انا قرار رائع من مجلس الاداره ومن الكابتن الخطيب ان فتره الراحه دي هتبقى مفيده جدا عشان 3-4 مواسم جايين، لان الدوري الموسم القادم هيبقى فيه انتظام. نعم. هتخلص في شهر 6، هتاخد الشهر الاجازه بتاعك. صح. هتبتدي تعمل فتره اعداد. يبقى احنا خلصنا السنه الاستثنائيه وداخلين بقى على سنه من المفترض ان احنا الواحد زهق من كلمه. مفيش حد بقى يقول لك رمى فوطه اللي اترمت، لا ما انا بلاقي معظم الاجهزه المسؤوله يعني واقفه يعني شديده جدا ضد النادي الاهلي. طب الحل بتاعها ايه؟ لا الحل بقى انا مش هخسر الاثنين، لا الولاد بتوعي اللي هم منهكين 3 سنين مفيش راحه، لا اتفضل ريح خد راحتك تماما، انت عايز تودي البطوله في مكان معين وديها، بس انا مش هخسر كل حاجه. ولاد هياخدوا فتره الراحه بتاعتهم، المصاب يعني يحصل له عمليه العلاج، هبتدي اجيب قوام مدير فني، هجيب تدعيمات، كل الامور دي هبتدي اشتغل عليها واشتغل عليها بدقه وحسن اختيار، وبنقي العناصر اللي هي فعلا بتتمنى لبس التيشيرت الاحمر علشان ما يبقاش فيه زي ما بنشوف كده اللي احنا هنتكلم عليه كمان شويه. فمش راجل مادي، راجل عارف يعني ايه التيشيرت بتاعت النادي الاهلي. فانا يعني بقول لمحمد يعني حته التجارب في النادي، وجهه نظر دي صحيحه ودي صحيحه. أوه. دي مدرسه ودي مدرسه. في ناس بتاخد. لا انا وجهه نظري الصحيحه. انت وجهه طبعا يا كابتن، احنا نقدر نقول كده. ده لازم. اصل انا قبل ما اكون شغلت في النادي الاهلي او لاعب او خلافه، انا من جمهور اللي بيعشق النادي الاهلي. طبعا. ما احبش الفانيله الحمراء تتغلب ابدا. طبعا. ابدا. طبعا. حتى لو انا هلعب. فن كبير يا كابتن، دي اهم كمان بقى. انا ما احبش ابدا الفانيله الحمراء. احنا لعيبه فقط كنا يعني. لا لا وانت جمهور برضه. ومدير فني كبير يعني. فانا الفانيله الحمراء ابدا. طبعا. ما تبقاش داخله تحت تجارب. مهما كان. اوكي. فعلشان كده لما بنقول اللي بيشتغل في النادي الاهلي وخاصه في قطاع الناشئين لازم يبقى عامل حسابه، وانت بتشتغل اعمل حسابك ان انت الولاد بتوعك دول في اي وقت يطلب تبقى انت واقف على رجلك ما بتتفسحش. ايوه. شغل ليل ونهار، وزي ما بقول لحضرتك من ايام ما كنا بنحلل سوا، فين الشغل الفردي وفين الشغل التخصصي وفين اليوم المفتوح؟ انا الحاجات دي هفضل مصر عليها لحد يعني اخر العمر. الشغل البدني، الشغل اليوم المفتوح من الصبح، كل انديه العالم بتعمل اليوم المفتوح طول اليوم، الولاد بييجوا يقعدوا مع بعض ويشتغلوا. الشغل التخصصي، انت النهارده الحاجات اللي بتيجي بالعرض والحاجات اللي التسديدات والحاجات دي، انت بتلاقي ميسي كل يوم بيتمرن على الفاول اللي بيتحط من بره، هو ما بيلعبهاش كده وخلاص وما بيتمرنش عليه، كل يوم يا كابتن بيعملها، كل يوم بيفضل يتمرن دي بال 50-60 كوره علشان الكوره تروح في الحته دي. بكتر التمرين خلاص الممر العصبي اللي جاي من الدماغ رايحه على طول، يعملها كده بتروح رايحه كده. ليه بيبقى زي ضربه الجزاء بالظبط. اوكي. فجمهور النادي الاهلي جمهور اعظم جمهور في العالم طبعا، ولازم ابقى عامل حسابي وانا بشتغل في النادي الاهلي في اي وقت هيطلب مني اي جندي هيطلع من اول تسريحه الشعر يا كابتن لحد طريقه الكلام، ثقافته، حب ناديه، حب لزميله، احترامه لمدربه، احترامه للشعار بتاعه، التسريحه
لازم النادي الاهلي قدوه. لما بتلاقي واحد بيرفع الشورت بتلاقي الولاد في الشارع رافعين الشورت، لما تلاقي واحد عامل تسريحه الناس بتقلده. فعشان دي بتبقى مسؤوليه كبيره جدا على المسؤولين في الـ في الـ في النادي. واعتقد انه باذن الله تعالى ولادنا صحيح جايين من فتره ما كانش فيه تدريبات او حاجه، فطبعا الفتره دي يعني زي ما بيقولوا كده تاخده كده يعني غدرا. فانما وجهه نظري لابد ان احنا نبقى مستعدين لاي محفل نبتدي نشتغل عليه، وباذن الله تعالى بالتوفيق باذن الله تعالى. طيب هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم على واحد من النجوم الكبار الحقيقه اللي النهارده اعلن اعتزاله، وليد سليمان. طبعا مصر كلها بتحتفل بوليد سليمان، كل الاهلاويه في كل مكان على السوشيال ميديا بتحتفل بوليد سليمان. النهارده قناه النادي الاهلي من الصبح لغايه دلوقتي في كل البرامج وفي كل اللقاءات بتحتفل بوليد سليمان. ليه؟ لانه انسان مختلف ولاعب مختلف، ان شاء الله ان شاء الله يكون كادر جيد للنادي الاهلي سواء في الناحيه الفنيه او الإدارية أو الإعلامية. ده اللي هنشوفه بقى من قراره خلال الفترة القادمة. بعد هذا الفاصل، وليد سليمان واعتزال وليد سليمان مع كابتن عادل طعيمة وكابتن محمد حشيش. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى اعزائي المشاهدين. يظل دائما من يحب جمهور النادي الأهلي ومن يتمسك بمبادئ وأخلاق النادي الأهلي يظل دائما في قلوب كل الأهلوية. وليد سليمان النجم، وليد سليمان اعتزل اليوم وأصبح وليد سليمان خارج الملعب، ولكن سيظل دائما يا كابتن عادل في قلوب كل الأهلوية. هذا الرجل اللي احنا كلنا بنعشقه من سلوكه ومن حبه للنادي الأهلي. نعم، يعني الرجل ده مترباش في قطاع الناشئين في النادي، مع ذلك حبه للنادي الاهلي وكان انتمائه وهو بيلعب حتى في انديه البترول وخلافه. وقبل ما يجي اعتقد انه دخل مستشفى وعي بمرض نفسي وعضوي، علشان كان رغبته انه يجي النادي الاهلي، وكان بعض المسؤولين كانوا رافضين انه هو يجي النادي الاهلي. لن ابالغ لو قلت إن وليد سليمان لو أتيحت لي الفرصة للاحتراف كان لن يقل عن محمد صلاح. الراجل ده بيتميز بالتواضع، وليد بيتميز بالتواضع بإتقان مهنته، بحبه الشديد لكرة القدم، لتفانيه في الأداء الجماعي، عمره ما كان بيلعب فردي. المهارة الفنية العالية كصانع لعب في الكرات الثابتة، كل ما هي جوانب فنية على أعلى مستوى. الرجل ده لو أتيحت ليه الفرصة أنه كان يحترف والله لن يقل عن محمد صلاح، لأنه عنده كل الميزات التربوية، عنده إنكار الذات، عنده التواضع، عنده حب الآخرين، بيأثر على نفسه، راجل مش مادي زي ما حضرتك تفضلت قبل كده امبارح. راجل كل الميزات، عنده صفة القيادة. كل الناشئين اللي طالعين النهاردة بيقولوا الراجل ده كان على طول في ظهرنا وعلى طول بيحفزنا، فبيبقى داخل الملعب وخارج الملعب. نعم، أنا بشوف أنه كم من المميزات اللي ربنا أكرمه بيها وأكرمنا بيها أن الراجل ده بيلعب في النادي الأهلي. وإن شاء الله بإذن الله تعالى الفترة اللي جاية بإذن الله تعالى هيفيد النادي الأهلي جداً في أي موقع هيشتغل فيه، سواء إدارة أو تدريب أو إعلام أو أي حاجة هيشتغلها. أعتقد بإذن الله تعالى هيكون إضافة من الإضافات القوية جدا، لأنه هيبقى مؤثر في أي حتة هيتولاها، سواء في الإدارة أو في الشركة أو في أي حتة هيتولاها. أعتقد أنه هيبقى إضافة عالية جدا ومقنع، وراجل الجانب الأدبي عنده قبل أي حاجة في الدنيا. كل إنسان مننا ربنا بيخلقه على الفطرة، نعم، بيبقى بيحب الماده شويه كده شويه، طبيعي طبيعي. الراجل ده ما عندوش الحته دي، عنده الجانب الادبي زي ما دايما بنقول مع الفارق. طبعا ميسي، عنده فلوس كتير قوي تعيشه 200 300 سنه، ومع ذلك الراجل بيتقن عمله قوي علشان الجانب الادبي، انه ازاي بيمتع الناس، بيمتع العالم كله. مزبوط. من خلال موهبته. وليد سليمان من النوع ده، ان هو راجل
الجانب الادبي بيركز عليه جدا، وربنا بيديله بعد نظر. كان ممكن جدا لما بيجيله عروض كويسه ماديه كان ممكن جدا انه كان يروح، ومع ذلك نظرته اللي ربنا اداها له والحكمه اللي ربنا اداها له انه عرف قيمه المكان اللي هو فيه والشعار اللي هو لابسه، وعارف ان هو لما هيبطل لابد هيبقى في قلوب الناس والناس حابينه وهيبقى موجود في المكان ده، مش عشان هيستفيد، لا ده عشان هو اللي يفيد ويخدم المكان ويخدم الاشبال ويخدم الكبار ويخدم هذا الصرح اللي هو اصلا بيعشقه. فاعتقد انه الصفات دي يعني موجوده في ناس كتير، بس وليد اكثرهم وخاصه في النادي الاهلي اكثرهم بالنسبه للجانب الادبي ده اللي احنا كلنا بنتمناه لوليد، انه ان شاء الله في الفتره اللي جايه يكون مؤثر جدا زي ما كان مؤثر في الملعب وخارج الملعب، يكون مؤثر في اي مكان النادي هيختاره له علشان يخدم فيه هذا الصرح العظيم. كابتن حشيش. طبعا انا مبسوط ان انا بتكلم على وليد سليمان، يعني مش عشان فعلا هو يعني اعلن اعتزاله فانا هتكلم عليه كويس، لا انا رايي معروف في وليد من فتره كبيره ومن زمان في اكثر من لقاء، انا بحبه لجوانب كثيره جدا جدا. اي لعيب في النادي الاهلي او في مصر عنده تاريخ كبير من البطولات ومن المباريات وعدد وكم كبير من المباريات ممكن يبطل وممكن بعد شهر شهرين يتنسي. اللعيبه اللي بتفضل في قلوب الجماهير بتاعتها وجمهور النادي الاهلي اللعيبه اللي هي عندها جانب شخصي مهم جدا جدا. وليد سليمان عنده الجانب الثاني في شخصيته، حبه الكبير جدا للنادي الاهلي وتفانيه في خدمه النادي الاهلي. انا عمري ما تخيلت او شفت وليد سليمان في مباراه من المباريات سواء راجع من اصابه سواء نازل احتياطي بيلعب اخر 10 دقائق اخر 5 دقائق الا بيلعب بكل قوه وحماس، لدرجه ان ممكن يعني وجوده في الملعب حتى لو اللعيبه مريحه مجرد ما وليد بينزل المباراه بتلاقي اللعيبه كلها اتحمست وبقت يعني بتبذل بكل طاقتها. وليد عنده التواضع، لعيب متواضع، نجم كبير احرز بطولات كبيره، جاب اهداف مؤثره كتيره جدا جدا 22 بطوله في النادي الاهلي سواء على المستوى المحلي او على المستوى الافريقي. لعيب مهاراته عاليه جدا جدا، عمرنا ما شفنا مشكله لوليد سليمان في خلال الفتره اللي قعدها مع النادي الاهلي، وكنا نسمع دايما انه قبل التجديد بيمضي من غير ما يقول انا عايز كام او في مبلغ كذا او حاصل مناقشه على التجديد. هي اللعيبه دي اللي بتستمر حتى بعد ما تبطل في قلوب الجماهير الكبيره. النادي الاهلي ما بيقدرش يتخلى عنه، هو ما بيتخلاش عن لعيبته، بس النوعيه دي بالتحديد بيبقى عايز يستفيد منها خارج المستطيل بقى الاخضر، في اداره، في تدريب مثلا في القطاع، في اي بوزيشن، في على المستوى حتى الاعلامي لازم يبقى موجود والناس تحب دايما تشوف وليد سليمان. لعيبه كتيره جدا زي ما بقول لك بتبطل النهارده خلاص بكره. الكابتن خطيب اسطوره ليه؟ كابتن خطيب بعد ما بطل من 87 لغايه النهارده يعني شعبيه غير عاديه لغايه النهارده ما يقدرش يمشي في حته، ما يدخلش يحضر اي مناسبه الا الناس قاعده تصور معاه، والظاهره الغريبه كمان ان بتتوارثها الاجيال، حتى اللعيبه الجمهور اللي ما اتفرجش عليها كابتن عادل بيحبوا، تلاقي الولاد الصغيرين عارفين الكابتن خطيب وعايزين يتصوروا معاه وعايزين نجم كبير. جزء كبير غير الشخصيه غير الموهبه وغير الاجوان التاريخيه العظيمه وغير الاداء العالي جدا هو شخصيته ومواقفه مع النادي الاهلي، هي دي اللي حببت اكتر في الجماهير النادي الاهلي وباقي في قلبهم لغايه النهارده. وليد سليمان هو ده من نفس النوعيه ونفس المدرسه، انه الناس فاكره له كل حاجه كويسه وهتفضل فاكره له كل حاجه كويسه. زي ما بقول لك مواقفه كتير عمرنا ما شفناه خد عمل موقف وحش، كان اساسي ولعب احتياطي وهو نازل مثلا عمل موقف كذا ولا كذا ولا كذا مع اي مدرب. يمكن انا على المستوى الشخصي سافرت مع النادي الاهلي يمكن من حوالي 5 6 سنين بطوله افريقيا في دور من الادوار، كان بيلعبوا الافريقي تونس،
وكان وليد موجود. شوف التواضع بتاع وليد مع اللعيبه الصغيرين وبيتكلم معاهم ازاي ككابتن من كباتن الفرقه، وازاي بيتكلم كمان وعلاقته الحلوه باصغر ناس في الفريق كابتن عادل او في الجهاز، اللي هم مثلا عمال اوض اللبس او كلام من ده. حاجه يعني كبيره جدا. واعتقد ان وليد قدوه للعيبه الثانيه انها يعني تاخد او تحتذي باخلاقه بسلوكياته عشان توصل لان شاء الله اللي وليد عمله، ويقدروا يخدموا النادي الاهلي زي ما وليد خدم النادي الاهلي. شكرا وليد سليمان، وان شاء الله دائما يكون متواجد مع النادي الاهلي وفي قلوب كل الاهلاويه. هنطلع فاصل اخير، وبعد هذا الفاصل الجونه الهابط الثالث رسميا في الدوري العام المصري بعد نتائج اليوم. نسال كابتن عادل وكابتن حشيش رايهم في هذا الكلام، ولكن بعد هذا الفاصل. كابتن عادل، الجونة أصبح ثالث الهابطين رسمياً مع نادي المقصة، لتأكد هبوطه منذ نصف الدور الثاني على ما أتذكر، ثم إيسترن كومباني يتأكد هبوطه من أسبوعين، والنهاردة بيتأكد أو بنادي الجونة بيصل إلى المركز أو النقطة 36، ولكن مع المحلة 36 نقطة أيضاً بعد تعادلها مع الاتحاد. ولكن المواجهات المباشرة تقول أن الجونة ينزل، وبالتالي يصبح الجونة وإيسترن كومباني والمقصة ثلاث هابطين من الدوري الممتاز. أنت عايز الحق كابتن؟ عايز الحق كابتن. هو دوري سيء قوي والله في المقدمة على فكرة، في المقدمة والمؤخرة. كابتن عادل من الناس اللي يعني إيه بيحب يمسك لسانه شوية، لان احنا بنتكلم في الفاصل دلوقتي، فيعني الكلام مش احنا اللي بنقوله على فكره بس، لكن ده على السوشيال ميديا. تخش انا داخل على بص على السوشيال ميديا، نفس الكلام اللي حضرتك بتقوله بالظبط في الفاصل، يعني ان الدوري ده سيء، مش هقدر نقول اكتر من كده. ولا انا عشان كده برضه انا ماسك لساني. هو دوري سيء في بكل حاجه، سواء في العدل في الجمهور اللي بيدخل، في التحكيم، في الفار، في تكافؤ الفرص. فريق بيقعد اسبوعين ثلاثه وفريق بيلعب ثلاث اربع ماتشات في اسبوع، دعم غير طبيعي، تزوير في قيد. انا ما شفت يعني ما فيش حاجه صح اتعملت هذا الموسم يا كابتن. حتى الفرقه اللي نزلت يعني الشرقيه للدخان، اعتقد ان الفرقه دي ما تنزلش اوكي، ولا الجونه تنزل. لكن هناك يعني في حاجات يعني مش عايز اقول يعني 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 كفايه كده، ان هو فعلا وجهه نظر في ناس اتظلمت يا كابتن، لان في جوال جت جول مثلا 2 متر اوف سايد ما تحسبش. طب فين الفار وفين اللاين مان وفين الحكم في مباراه؟ اصل ما اتفرجتش النهارده. انا متابعين كل الماتشات دايما، الماتشات الاخرانيه دي بتبقى ليها قصص كثيرة. يعني في ماتش يا كابتن منهم جول ضرب جزاء بيشاور بايده للراجل اللي هيشوط، يقول له حطها هنا. فهل والله والله كابتن على لما تخش على انا شفتها بنفسي بعد ما كنت مش مصدق. ف يعني ليه كده؟ يعني احنا ما تعودناش على الدوري دايما بيبقى فيه حته المنافسه بشرف، ومن غشنا ليس منا، اللي بيغش مش مننا، مش مسلم او مش ده على افتراض ان لو حصل حاجه زي دي يا كابتن، لانه ده في النهايه دي كلها انا ما بتكلمش على حد اسمع بالظبط كده ما بتكلمش على حد، لانه في النهايه الناس دي كلها لها احترامها وانديه كبيره جدا ولها اسمائها، لكن دي وجهات نظر. لو او يعني امور لو كانت حقيقيه كانت تبقى، انا ما بقولش حتى على السوشيال ميديا يا كابتن على فكره كاتبين معظم الكلام انا واكتر، مش عايز اقول اكتر كمان، لكن في الاخر ده السوشيال ميديا. احنا هنا انا بتكلم يا كابتن، ما جبتش سيره اي نادي، انا بقول انه يعني السيء حتى فوق الشغل فوق علشان تطلع البطل كان في نوع من الظلم البين، وخاصه للنادي الاهلي. نعم، من حكم، من فار، من جواب بيستخبى، من بيضيع لك بطوله كتير بقى. مش ضيع لك بطوله يا كابتن، في ناس بتنسى ان البطوله دي بطوله افريقيا للمره الثالثه كانت بتدخل لك اقل حاجه 10 مليون دولار، 10 مليون دولار مكاسب مادية كانت هتخش خزينة النادي أو خمسة. فالمبالغ دي واحد موظف منعها عنك ومنعها عن الدولة، عملة صعبة كانت هتجيلك. بتجيلك بالدولار صحيح، 5 مليون دولار بتجيلك بالدولار. تخيل يا كابتن عشان أنا وبعدين هذا الرجل لم يعاقب لحد النهاردة، معرفش ليه. فحتى فوق المنافسة فوق ما كانتش منافسة
يعني حضرتك شايف ان الجونه وايسترن كامباني كانوا لا يستحق ان هم ينزلوا. اه طبعا المقصه كان عندهم ظروف ماليه وما فيش تدعيم ولا، لكن الاداء كان واضح جدا في الجونه وال ايسترن كامباني. ايسترن كامباني الحقيقه الفرقتين في اخر ثلاث اربع ماتشات، يعني يعني الجونه كسبان فيوتشر الماتش اللي فات 2-1 في اخر ثانيه، وشفنا علاء عبد العال الحقيقه من ولاد النادي، الراجل ده عامل طفره مع فرقه لا اتدعمت وامور ماديه صعبه، ومع ذلك الظلم ظلم باين في ماتشات كتيره جدا. ايوه فانا ما بدافعش عنه ولا بقول ان هو مثلا ما يستحقش او يستحق، لكن بقول ان كان هناك بعض الاخطاء القاتله في النزول تحت كانت اثرت على الفرق اللي كانت ممكن اللي هي تقعد. اللي هي تقعد. فالمحله برضو في ماتشات اتظلمت فيها، يعني بعد ماتش الاهلي رئيس الشركه الحقيقه طلع ويعني قال ان احنا اتظلمنا وبتاع، وبعدين راح كارر ست سبع ماتشات خساره فما بيطلعش يتكلم. فطبعا دي كلها حاجات انا بشوف ان هي دوري سيء، وارجو ان احنا ننساه، لانه فعلا الناس كلها لازم تقف وقفه رجل واحد، ونخلي الدوري بتاعنا اللي قيمته عاليه جدا والعالم العربي كله بيتفرج علينا والعالم كله في اوروبا بيتفرج علينا، رجاء رجاء الموسم القادم كل ما هو سيء حصل هذا الموسم وفي ناس اتظلمت. انا كان معايا امبارح النائب احمد دياب رئيس رابطه الانديه المحترفه، والحقيقه وعدني بهذا الكلام، او وعد الناس مش وعدني، وعد الناس بان الموسم القادم سيكون مختلف، هتكون بدايه ونهايه محدده، هتكون المباريات هيتحط لها روابط او ضوابط معينه بالنسبه للمباريات كل الفرق اللي بتلعب في افريقيا، مش الاهلي، اهلي وزمالك وبيراميدز وفيوتشر، كل الفرق اللي هتلعب في افريقيا هيكون ليها ضوابط معينه، بحيث ان انت مثلا لو لعبت لو واحد فيهم لعب يبقى الثلاث فرق هتلعب بنفس الطريقه وبنفس الشكل، عدد الجماهير اللي من الممكن ان يكون هناك زياده كبيره، وما قاليش ان ممكن تكون زياده، ولكن ان شاء الله يبقى في زياده كبيره، في عدل بس يا جدع. يبقى في عدل، مفيش فرقه 2000 وفرقه 10. قال لي ان احنا الحكام مش معانا، ولكن قال لي احنا هنقعد مع الحكام وهنقول ان السنه دي كانت متأسوأ السنوات التحكيميه، لكن السنه الجايه تبقى افضل مع وجود كلاتنبرج، بدليل التحسن اللي حصل في 17 نادي يا كابتن عاملين شكاوي الا نادي واحد، يعني 17 نادي من 18 عاملين يشتكوا. فدي طبعا فهو موسم سيء في كل شيء، نرجو ان الموسم القادم كل المشاكل دي تبقى مش موجوده ان شاء الله. كابتن حشيش، يعني بصراحه طبعا يعني تكمل الكلام بتاع الاستاذ احمد دياب، طبعا يعني بالنسبه لاول سنه رابطه هم نجحوا بصراحه في الاداره الى حد ما، طبعا في حاجه خارجه عن ارادتهم هي طبعا موضوع التحكيم ده، واعتقد ان بالقصه الجديده وكلاتنبرج والتحسين المستوى وبتاع نتعشم، يعني يعني في عناصر معينه يعني نتمنى بقى ان احنا نشوفها في الموسم الجاي، زي طبعا تحكيم يبقى مستوى غير كده، فار مختلف تماما، تقنيات احسن من كده، تصوير المباريات كمان عشان يساعد موضوع الحكام والفار والكلام من ده. لو هرجع بقى للفرق اللي هبطت، يعني بغض النظر طبعا يا اسلام عن اللي حصل في المباريات الاخرانيه يا كابتن عادل، ودي ترجع بقى طبعا يا ربنا يحاسب كل واحد على قد نيته، انما ده لازم يبقى انذار للفرق. أيوة. ان الدوري ما بقاش دوري سهل، صح، لازم عشان تخش بقى الدوري الممتاز وتبقى موجود في الدوري الممتاز لازم تستعد كويس، لان في انديه كتيره وانديه شركات وناس دخلت. بس معلش ما تزعلش مني، الانديه دي اللي ما بتلعبش في افريقيا تمام، وبالتالي كان عندهم فرص كبيره جدا وطويله جدا ان هم يبقوا بيستعدوا بشكل جيد، ده مره واثنين وثلاثه واربعه. الاهم من كده اسلام حاجه، هي دلوقتي الدوري او الكوره او الكلام ده كله واضح ان هي مساله امكانيات. اوكي، انت بتتكلم على فيوتشر اول سنه، اول سنه مربع ذهبي. خليني اقول لك ان الشرقيه للدخان او ايسترن كامباني يعني طب انا هكلمك على فرقه امكانياتهم الماديه كويسه، هكلمك على فرقه امكانياتهم الماديه كويسه، عندهم فريق كويس. يمكن المقصه كابتن عادل من اول يوم او من بعد ثلاث اربع ماتشات كلنا قلنا ان المقص اول. طب انا هكلمك على فرقه ويمكن تهمني انا في المقام الاول، يعني نادي المقاولين العرب، لان انا كان ليا تجربه طبعا من المقاولين العرب. طبعا المقاولين العرب
من اقل الانديه اللي وسابت لعيبه كويسه عندها وفي نفس الوقت ما جابتش اوكي يعني ما جابتش لعيبه على مستوى. نادي المقاولين العرب ده من اكبر الانديه في مصر واكتر ثالث اكتر نادي جايب بطولات يا كابتن عادل افريقيه ودوري عام وكاس مصر يعني يعني فرقه تاريخها كسنوات قليل جدا بالنسبه مثلا النادي الاهلي انما جايب بطولات وجايب بطولات افريقيه ودوري صح وكاس صح فعمل اسمه اسمه كويس في افريقيا فلازم يا تبقى موجود وتكمل المسيره وتكمل تاريخك في الكوره يا اما انك تبقى بالشكل ده امشي ناس ومصرفش على الفرقه كويس واغير مدربين و و و المقاولين العرب السنه دي بالتحديد من اول دقيقه او من اول ثانيه في اول ماتش وهو في تخبط في النتائج وعماد النحاس ومشي وبعدين كذا وكذا يعني العمليه ما كانتش على المستوى المطلوب فلازم والمقاولين كان متخبط من الاول يعني كان باين من الاول ان برضه مهدد بالهبوط مش جه بس في المرحله الاخرانيه نتيجه مثلا لمباريات لكذا سواء كابتن شوقي غريب استطاع ان هو ياخد المقاولين من عثرته الحقيقه لانه في النهايه هو قعد مش هو ده الطموح بالنسبه بقى للمقاولين العرب بتكلم على اللي جاي طبعا أوكي. مش ده الطموح بقى انا طموحي مع المقاولين لو كمل معاهم تبقى الامور افضل بس يعني. برضه الكابتن شوقي مهما كان مش من غير من غير امكانيات ومن غير تدعيم ومن غير صرف زي ما كان كلام واحد اللي هو طالما ما فيش امكانيات يبقى هتبقى الامور صعبه يبقى هتبقى وبعدين لازم احدد لنفسي تارجت انا عايز ايه أوكي. عايز مربع ذهبي ولا في المنطقه الدافيه ولا زي ما تيجي بقى وابقى موجود خلاص وابقى موجود في الدوري الممتاز وخلاص ما ينفعش أوكي. انا زعلان على تاريخ تاريخ أوكي. كبير لازم على الاقل اذا ما خدتش بطوله ابقى بنافس وابقى في المراكز الاربعه عشان ارجع تاني افريقيا و عموما يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي ولكل الفرق انا اتمنى ان احنا نشوف يا كابتن عادل يا كابتن حشيش دوري جيد الموسم اللي جاي لانه الموسم اللي جاي بقى ولا فيه خلي من العيوب والمشاكل صعب استحاله يعني صعب. لكن لحد على الاقل جماهيريا نكون نشوف عدد اكبر من الجماهير صحيح. يعني انا نفسي نوصل حتى 20,000 في صحيح. المباراه الواحده النادي الاهلي اعتقد ال 20,000 هيبقوا متواجدين كل مباراه من الناحيه التحكيميه مهمه جدا جدا العداله تكون سائده ما يبقى 17 من 18 نادي بيشتكوا يبقى في مشكله كبيره جدا طبعا. مش النادي الاهلي بس فحتى جوده الصوره اللي بدات تتحسن السنه دي تبقى السنه الجايه افضل وافضل الامور تبقى افضل وافضل خلال اكتر الموسم. نادي كمان يا اسلام متضرر من موضوع الجماهير هو النادي الاهلي طبعا اكبر شعبيه تخيل انت جمهور النادي الاهلي لو مال الاستاد وملاعب النادي الاهلي بيلعب فيها دي تبقى حاجه تانية خالص خالص يعني فانا نقطه برضو مهمه جدا يا كابتن هو التناول الاعلامي الغير محايد اوكي غير طبيعي اللي احنا شفناه الموسم ده يعني البطوله لما تاخد انت افريقيا مرتين وتاخد البرونزيه مرتين وتاخد سوبر مرتين وتاخد دوري وتاخد كاس وبعدين الامور دي كلها لا في احتفالات ولا في استقبالات ولا في مكافئات ولا حاجه خالص وبعدين اي فريق ياخد دوري ولا ياخد كاس بنشوف القنوات كلها يعني افراح وليالي ملاح لمده شهر شهرين موجودين يا كابتن وبنعمل افراح والله وليالي ملاح وكل حاجه لا بس احنا قناه بتاعتنا انما دي قنوات كلها قنوات مفروض انها قنوات محايده نتمنى لهم ده بيدي ولله الحمد رد فعل عكسي الحمد لما لله. بتلاقي انت الـ الحاجه دي بالشكل ده بتخلي الجمهور بتاعك يعني يكتر اكتر ويبقى بتستنفل. عنده انتمائه اكتر لان شايف ان في هنا مبالغه وهنا امور عاديه مفيش حقوق فرحه عاديه الفرحه احنا انت بتكسب يمكن بالنسبه لنا عادي ده يا كابتن عادل اصل البطولات كتيره فبالنسبه لنا عادي يعني لا انت بتفرح برضه يا كابتن طبعا عادل يعني بس احنا بنفرح يوم بس ما بتجننش بقى والله بنفرح يوم يعني خدت بعد البرونزيه انا اتكلمت يعني الاداره هنا اتكلمت مع اداره النادي ان احنا عايزين لعيبه بتاع لك هو يوم اليوم الاولاني خد اللي انت عايزه بس هو يوم هو يوم ليله واحده يعني يلا نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي ولكل الفرق خلال الفتره اللي جايه بشكرك جدا يا كابتن عادل بستمتع دايما بوجودك معانا ربنا يخليك شكرا جزيلا يا كابتن حشيش شكرا بستمتع بوجودك معانا شكرا جزيلا انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ان شاء الله غدا حلقه جديده من البيت الكبير